السلام عليكم خوتنا وحبابنا، نهاركم مبروك. تحياتي لكم الخوت. راه مباشرة من السوق اثنين بني خلوق اقليم سطات الخوت، صوير راب تاريخ 25 وجانبير 2023 الخوت. اجاو ان شاء الله تسوقوا مع اخوكم يونس ود مجيد. اليوم الخوت راه ما كاينش العيش والتمر، راه كاين، راه ما كاينش العيش الخوت، هذا هو اللي كاين. والتمر راه كاين الخوت، راه ماشي ما كاينش التمر، راه كاين التمن والله يرحم فينا. الوقت شويه عيانه والثمن كاين، هادشي ما يتفهمش لك. الله يصاوب وصافي. ورا تقديت شي حاجه ديال الخروف الخوت اليوم، راه غنشاركها معاكم ان شاء الله. تقديت البارح حال 22 حوليه من السوق حد البروج، واجو ان شاء الله تسوقوا معايا وفرجه ممتعه. وما تنساوناش بواحد جيم بواحد بارطاج، والله يصل الامور. الخوت هادو راه مشريهم 170 ديال بولمان، 8500 درهم. بعد اوليدي هادو راه 8500، 170000 وسنان الحليب. وهذا هو اللي كاين، اجيو ان شاء الله تسوقوا معايا، الله يسهل الامور. بارك الخوت، هذه هي السلعه اللي تقديت اليوم من اثنين بني خلوق، وان شاء الله راه نوصل كاع ونحسب ليهم الاخوان. ومرحبا بكاع المشاهدين. وراه عندي شي حاجه حتى في الدار الخوت، الله يبارك. هنايا راه كاينين 12 وكاينه شي حاجه الخوت في الدار، هي 15 الخوت، الله يبارك. ومرحبا بكاع المشاهدين. راه هادو هما البياسات اللي شرينا اليوم، والله الا هما اللي كاينين وما الملاح تبارك الله. وفرجه ممتعه الخوت، واجيو تسوقوا معنا والله يسهل الامور. نشارجيهم ان شاء الله باش نديهم للدار. ومرحبا بالجميع الخوت، راه توب وقرن وكل شيء الخوت، الله يبارك، الله يسر لك الخوت. نعجه مليحه تبارك الله. اش والده اخويا؟ حوليه تبارك الله، والده حوليه جموعيك الساتيه، بقى الساتيه، بقى صغيره الخوت. والقدار راه مقدره تبارك الله، والتوب تبارك الله، الله يبارك. 70 المعطى ولا المشرى ولا المعطى؟ هذا اللي عاطين، اللي عاطي السوق الخوت، الله يبارك. والده حوليه تبارك الله، والتوبه سلعه تبارك الله، السلعه تبارك الله، الله يبارك، الله يبارك، راه سلعه تبارك الله، الله يلا راسو. توب تبارك الله، نعجة مشمشة تبارك الله، الله يبارك، الله يبارك. 70 الخوت اللي عاطي السوق 3500 درهم، الله يبارك. مباشرة من السوق اثنين بني خلوق، الله يسر. اجيب تيسير اخويا، كنشكروك، الله يسر، الله يحفظك. يبارك الخوت، المومو تاع الخروف تبارك الله، الله يبارك. شحال اللي عاطي لخويا؟ 100 قال واحد. 100 قال واحد ياك، هذا مشراهم ولا المعطى؟ مشراهم. هذا مشراهم الخوت، 100 قال واحد، حالة 99000، الله يبارك. خرفان بدريين ملاح، هذا راه المواصفات تبارك الله، الدمع على جوج جوي. الله يبارك. والقرن والتوب تبارك الله، المليحه الخوت، هادو راه مشريهم 99. عطاوك شي حاجه ديال الرباح ولا باقي على الله؟ باقي على الله ياك اخويا، باقي ما عطاوش. هما راه مشريهم 100 قال حل واحد 99000. كدير السوق اليوم هذا؟ كاين هي السلعه قليله الخوت، السلعه راه ما كاين شيء، السلعه راه قليله شويه، هذا الشيء اللي كاين. الله يحفظك، الله ينقرك، الله يجيب التيسير. انت شحال هاد الجوي جاتها؟ 75، الله يبارك. 3750 درهم الخوت هاد الجوج تبارك الله، 75000، 3750، الله يبارك. جوي جات ملاح تبارك الله، خارجين القرن زينين، الله يبارك، الله يسر لك اخويا جميع. الله يجيب التيسير، الله يحفظك، الله ينقرك، الله يسر، الله يسر، الله يبارك. خيرات تبارك الله. قلت لقى مشريهم 84 4200 درهم، هما 4 ثمانات الوحده 21000، الله يبارك. هادو مشريهم 4200 درهم، 84 تبارك الله، الله يبارك. ثمان 21 الوحده، راه مزيانات، ثمان مزيان والله الا زوينات تبارك الله، والله الا زوينات تبارك الله في الثمن، الله يبارك. ثمان 21 الوحده الخوت، الله يبارك. هادو 25 ياك، 1250 درهم الخوت، هذا 23، هذا المشرى اللي كتقول لي، هذا المشرى اللي شاري باش شاري. قول لنا اييه وهذاك الشيء كلشي ديال الله، الله يبارك. هادو والله الا زوينات انا وعجبوني تبارك الله، الانسان اللي بغى يتهلا وداك الشيء راه تبارك الله يوصلوا زوينات تبارك، وثمن مزيان.
ولينا النمره ديالك واللي يحتاج شي حاجه يتواصل معاك ان شاء الله. ها هي 06 96 53 56 56 56. الله يجيب تيسي، الله يحفظك. وراه واحد الراجل راه انسان راه عنده نيشان وكاين المعقوله الخوت، هذا هو اللي كاين. الله يجيب لك تيسي. المقر هنا ما كان هنايا، هنايا بني خلوق الخوت. ها هي واللي بغى بالنسبه ل... ماشي ماشي مشكل، نشاركوا مع المشاهد. الله يبارك. هذا الربعة بحال ثمن 25 5000 درهم الخوت. هذا الربعة الله يبارك. ياك عطاوك 100 درهم في البلاصة. هو هذا وقول لك الله يبارك. هما مشريهم 5000 درهم بحال 1250 درهم الوحدة الخوت. الله يبارك. الله يجيب التيسير، الله يحفظك، الله ينقرك اخويا. الله يبارك. قلت لك هذا شحال مشريها ديالنا؟ 62 3100 درهم. الله يبارك. حاولي زين تبارك الله. 62 والثوب تبارك الله راه حاولي مشمش. هذا قلت لك مشريها 62 ياك 3100 درهم الخوت. الله يبارك. من السوق 2 من الخلوق. وهاد الخيرات تبارك الله عطينا كل واحد والثمن ديالو. هي شحال مشريات صغيره؟ 42 2100 درهم. الله يبارك. نبت زين تبارك الله. قرينات والثوب ان شاء الله. الحراج الحروش كيرا تحيد منه هذه ان شاء الله. ها هي تحيد منه. والدميعات الله يبارك. هذا ان شاء الله اللي بغى يكسب ان شاء الله. ها تهلو ها تهلو، هذا الشيء اصلو. ها تهلو ان شاء الله. الله يبارك. هاد المرشومينات ثلاثه 110 هادو 110 هاد الجوج تبارك الله 5500 درهم. والله يرحم فينا، الله يرحم فينا، الله يرحم فينا. 5500 هذا مشراهم ياك؟ مشراهم. هذا مشراهم الخوت 110 تبارك الله. الجوج اللي من اللي ماليناش. هاك ايوا هذا قول لي 130 130 باش داهم ماليهم تبارك الله. 6500 الجوج باش داهم ماليهم. الله يبارك. ولا زينين تبارك الله. 65 ثمن الواحد الخوت 3250 درهم. الله يجيب التيسيره ديالنا، الله يسر. الله يبارك الخوت. السلعه بدريه تبارك الله. قلت لي خلاصه 45 2250 درهم. وشحال عطاوك رباح؟ 10000. شحال فيها من راس هذه؟ فيهم 10000 الراس. يمشري الخوت 45 2250 درهم. زينه تبارك الله. وقارنو تشوف تبارك الله. الله يبارك. هذه هذا الشيء خاص وتهلو ان شاء الله. تهلو. الله يجيب لنا شي عام زين. امين. والوقت حقنا والثمن كاين. والحمد لله. والحمد لله. الله يصوب، الله يرحم فينا. امين امين. هذه راه 45 مشريها وعطاو 50 درهم رباح. هذا قولي كاين. الله يبارك. بحال عادت 49000. غادي تبيع؟ نبيعوا اسيدي نبيعوا. ياك. الله يجيب تيسي، الله يحفظك. الله ينقرك يا ولدي. الله ينقرك اسي. ماشي مشكل، قول لنا النمرة ديالك. 06 24 95 89 97. هي راه مشريها 45 وعطاه 10000 ريال. هي راه فيها 10 الخرف يعني. هو هذا قول لك اللي احتاج شي حاجة راه يتواصل مع الصادق. مرحبا سيدي. هذا الشيء اللي. الله يبارك. خيرات تبارك الله. شحال عطاوك في هاد الجويجات؟ شحال عطاوك؟ 108 108 تبارك الله. 5400 درهم الخوت. سنا الحليب كسيبه ولا مشرا من هنا؟ كسيبتكم ياك. بغيتو تبيعو 108 ياك؟ ايوا هذا قولي. السوق شويه ميت، اتفق معاه. السوق شويه راه ما كاينش شيء. والثمن راه كاين، كاين ثمن في السوق، ماشي ما كاينش ثمن. ياك اخويا. عطاوك في هاد المتاومة؟ 57. اش والد اخويا؟ جوج حوليات تبارك الله. جموع ياك؟ طالعة جموع الاخوان 57. الله يبارك. متاومة جوج حوليات تبارك الله. ها؟ بغا يتصل يجي. اييه ماشي مشكل. هادي اش والدة؟ والدة هي حولية 44 2200 درهم. والدة حولية تبارك الله. قول لنا النمرة ديالك واللي حتى شي حاجة يتواصل معاك إن شاء الله. المقر المكان هنايا. عندنا واحد ديال بني خلوق الخوت. قول لنا النمرة ماشي مشكل. صافي جاي تخسر مع المخيدة النمرة الأول. سير الله يسخر، الله يجيب التيسي، الله يحفظك. هذه راه 2200 درهم وهذه راه 57.
هذه راه متومج حوليات، وهذه تا هي راه حويليه تبارك الله، الله يبارك. هذه راه 57 2850 درهم طالعه جموع. الله يسر اخويا، الله يجيب التيسي. والده كل وحده، كل وحده بهذا. اه اش والدتها؟ خروف وحوليه. هذه اش والده؟ خروف. هذه حوليه تبارك الله، الله يبارك. حوليات بجوجه. شحال عطاوك؟ شحال عطاك الصوب؟ اللي ثابته. اللي ثابته 37 بجوجه. 37. الله يبارك. سير سير، مشي مشي. الله يبارك، الله يبارك، الله يبارك، الله يستر. جارات في السنه ديالنا جموع ياك. جامعات تبارك الله، الله يبارك. جوج حوليات تبارك الله. 37 18 ونص الوحده.